فادعوا لأنفسهم وانتحلوا ما هو من صلاحيات الرب لا إله إلا هو، من صلاحيات الله، انتحال صلاحيات الله، يقطعون ويفصلون في الدنيا قبل الآخرة، وقد يفصلون الرؤوس عن أبدانها، يستسهلون التحليل والتحريم، خاصة التحريم أسهل كلمة على أطراف ألسنة على أسلاتي هؤلاء، حرام كرفطة حرام، بنطلون حرام، هذا حرام، هذه حرام، قيادة المرأة حرام، تلبس كذا حرام، تفعل موسيقى حرام، غناء حرام، كل حرام في حرام، حرموا كل شيء، كرفطة حرام، بنطلون حرام، هذا حرام، هذه حرام، قيادة المرأة حرام، تلبس كذا حرام، تفعل موسيقى حرام، غناء حرام، كل حرام في حرام، حرموا كل شيء، أسهل شيء عليهم الحرام. وهي كلمة مخيفة، مخيفة جدا، مخيفة. وحكى القرآن أن الذين كانوا يستسهلون التحريم هم المشركون، المشركون كانوا يستسهلون التحريم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قالوا أسهل شيء عليهم الحرام، وأسهل شيء عليهم بدون تفتيش الحكم على نوايا العباد، كافر، زنديق، ملعون، باطنه خبيث، بسهولة، ما شاء الله، صلاحية الله، هذه صلاحية. لا يستطيع أحد فينا أن يقول أنا أنبئ عن بواطن الخلق وأعرف أن هذا خبيث وهذا طيب. من اللي عرفك يا متربب، يا متألف، يا كذوب، يا مزيف، يا مضلل؟ شيء غريب يا أخواني. يتساهلون لكن يفترقون عن الله، الآن لا يتألهون، لا يسرقون صلاحيات الله، تعرفون أين؟ في العدل والرحمة. الله تبارك وتعالى حين يعامل الواحد منا، أحدنا، يعامله بكليته على أنه بشر يخطئ ويصيب، فيه خير وفيه شر، فيه نور وفيه ظلام. لا أحد يستطيع أن يمسك الخير والشر بيده، من يستطيع؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يقول هذا هو الخير ربطته متلبسا، هذا هو الشر ربطته بيده، لا، لا تستطيع ولن تستطيع. لماذا؟ لأننا نسيج من خير وشر، من نور وظلام. لكن هذه ليست دعوة العدمية التقييمية، في النهاية كيف يكون الحكم على الناس؟ بالطابع العام، بالغالب يغلب عليه الخير فهو خير، يغلب عليه الشر وعنده خير لكنه ماذا؟ شرير. نفس منطق الميزان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. ونقف ضد مصالح الجماهير، ضد مصالح الشعوب من أجل حاكم طاغية. على فكرة، لما لا يفعلون؟ لما لا يفعلون؟ طغاة الحكم وطغاة الفكر بنية واحدة، عقلية واحدة، مزاج واحد، منطق واحد، وسائل مختلفة، وسائل مختلفة. كيف؟ طاغوت الحكم، الطاغي، الحاكم الطاغي، يقول لك إن لم تتطابق معي تماما قطعت رأسك. طاغوت الفكر يقول لك إن لم تتطابق معي تماما كفرتك وقطعت رأسك، لكن بفارق يسير. طاغوت الحكم لديه الإمكانية أن ينفذ تهديده ويقطع الرأس فعلا، يودعك في السجن 20-30 سنة بهذه التهمة أنك تختلف معه، تنتقده، تمس جنابه الإلهي، والعياذ بالله يا أخي، شيء مخيف هكذا. لكن طاغوت الفكر، ويا لأسفه الشديد المسكين، ليس دائما عنده إمكانية أن ينفذ تهديده ويتحصل على هذا. قال: لو كان الأمر لي لطهرت البلاد، بس الأمر مش كبير من أقسام، عنده جيش شرطة وخبرات يذبح كل المخالفين، لأن هؤلاء طواغيت أيضا، طاغوت الحكم وطاغوت الفكر لا يتقابلان أبدا أبدا، بل هما يتآزران، يمشيان سويا في نفس الخط، ليس طرفين متقابلين، هما طرف واحد. ما الذي يقابلهم؟ الأحرار، البشر الأحرار، الناس الأحرار يقابلون هؤلاء وهؤلاء معا. تاريخ النقد والوعي والدرس والتحليل وإعادة الفهم لا، محرم علينا، محرم على الأمة هذه، لكن فترة قطار، ما عاد، ما عاد الفرصة فقط للأذكياء. أنا أقول لكم صدقوني، الحقيقة تجد نفسها دائما في أحضان الأذكياء الأيقاظ، وتذوب وتضيع وتضل بين الأغبياء البلداء الذين يتمعيشون بتعزيز مزاج البلادة وأجواء الجهل والامتثالية. في سؤال هنا يطرح نفسه الآن، ثار في ذهني، هذا النمط من البشر، هذا النمط من الخطاب واضح جدا نظريا وعمليا
ما في، كله كافر، زنديق، ابليس، ملعون، كذا، عميل، مدفوع، شيء غريب جدا جدا. يفرحون فرحا مجنونا بتكفير الناس. طبعا لا يعيشون ايه بغير تكفير وبغير كفار وبغير كفر، هم يعيشون بهذا اصلا. جميل جدا. ثم يفترون الكذب على عباد الله البراء، يؤلفون من عندهم تأليفا ويقتطعون، يقتطعون الكلام. انا اقول لك كلام الله يمكن ان يقتطع، وسيخدم اهداف نقيضه لاهداف كلام الله وبسهوله.